فالنار هي دار الكافرين، حرها شديد ومقامعها حديد، وقعرها بعيد، وفيها من صنوف العذاب الأليم ما لا يستطيع البشر تخيله، وفيها من أنواع الخزي ما لا يطيقه أحد. جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. تزفر جهنم يوم القيامة زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وقع على ركبتيه فقال: يا رب نفسي 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 نفسي، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذه دعوى الأنبياء يوم القيامة. إن لجهنم كل يوم زفرتين، ما يبقى شيء إلا سمعهما إلا الثقلين اللذين عليهما العذاب والحساب. نارها سواد مظلمة، لا يضيء جمرها ولا يطفأ لهبها. إن النار والعياذ بالله دركات سفلى، كل دركة أسفل وأشد عذابا من الدركة التي أعلى منها، لأنها تتكاثف عليها ما فوقها من طبقات، ولأن أعمق النيران أشدها توهجا وأكثرها لهيبا. والمنافقون أين مكانهم؟ في الدرك الأسفل من النار، وهو آخر درك، فهم تحت دركة اليهود والنصارى والمشركين والكافرين، إنهم أشد الكافرين. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا النص القرآني يبين مآل المنافقين يوم القيامة، فهم في خزي دائم في الدنيا وعذاب شديد مقيم في الآخرة، بل إن جزاءهم في الآخرة أشد جزاء، لأن كفرهم أشد كفر، لأنه كفر بالله عز وجل وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتراء على المؤمنين، ومخادعة لرب العالمين وللنبي والمؤمنين، واستغلال لإخلاص المخلصين. ومن المشركين من يصدق في القول، كما رأينا من أبي سفيان عندما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأحوال الصحابة والمؤمنين. وإنه ليس من المنافقين من يصدق في قول ولا فعل ولا يخلص في عمل أيا كان. ولذا قال الله عز وجل في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن المنافقين أشد شرا وكفرا من الكفار الصرح، فبلية المؤمنين بالمنافقين أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين بكفرهم، لأنهم لا يظهرون ما يعتقدون من الكفر والشرك، يعملون في الخفاء ويظهرون للناس لباس الإخوان والأصدقاء، فهم مستأمنون لا يحسب لهم حساب، ولا يراقبون ولا يحترز منهم، بل لا يحترز منهم إلا القليل من المؤمنين. روى عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليها، فيوقد من فوقهم ومن تحتهم. قال الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. فالمنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم أصحاب النفاق الأكبر، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فإن النفاق على أقوال العلماء على نوعين: نفاق أكبر مخرج من ملة الإسلام، وهو الذي تعلق بالاعتقاد، فأصحاب هذا النوع من النفاق يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون الكفر والشرك لخبثهم وفساد طويتهم، فهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فأبطنوا خلاف ما أظهروا، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وسماهم الله عز وجل المنافقين، وكانوا أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله تعالى وأمقتهم عنده وأكرههم إليه وأخسهم مقاما ومكانة ودرجة، لأنهم خلطوا بالكفر تمويها وتدليسا وتلبيسا، وبالشرك استهزاء وخداعا،
ولذلك أنزل الله عز وجل فيهم جزاء لهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما النوع الثاني من أنواع المنافقين فهم أصحاب النفاق العملي، وهؤلاء من جملة عصاة المسلمين، وهم في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبهم بعدله وحكمته، وإن شاء عفى عنهم وغفر لهم برحمته ومغفرته وعفوه سبحانه. نعوذ بالله عز وجل من جميع أنواع النفاق والرياء والشرك. ومن صفات المنافقين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خصال المنافقين ليحذرنا منها ومنهم، وحتى نبتعد عنها وعنهم. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يحذرنا صلى الله عليه وسلم من إخلاف الوعد، ومن الكذب في الحديث والإخبار، ومن الخيانة في الأمانة، وأنها من خصال أهل النفاق، نعوذ بالله عز وجل منها ومنهم، فليحذر المؤمن منها أشد الحذر. وفي رواية: أربع. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر، أي إذا عاهد إخوانه المؤمنين أو عاهد الكفار غدر بهم ولم يوفي بالعهد لضعف إيمانه أو لعدم إيمانه. وإذا خاصم المنافق كذب في خصومته وغدر وفجر وتوسع في الكذب والغدر والفجور والظلم، وذلك لعدم إيمانه أو لضعف إيمانه. فالفجور هو التوسع في المعصية وإظهارها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الفجور كانفجار الماء. ومن خصال المنافقين التكاسل عن الصلاة والتثاقل عنها وقلة ذكر الله عز وجل فيها وفي غيرها، يعني يغلب على المنافقين الغفلة. ومن خصالهم الرياء في أعمالهم مراءاة الناس، يصلون رياء، يتصدقون رياء، يذكرون الله عز وجل أمام الناس رياء ومراءاة للناس، ليس لله عز وجل في ذلك نصيب ولا حظ، بل يفعلونه مراءاة للناس. وهذا من أشد ما يبغضهم الله عز وجل لأجله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن أشد الناس عذابا ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. وجاء ذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.